من الحوايج باش تلقاهم سوليسيون في الشخص لومبوتياج تبعكم لومبوتياج كي نرجعوا لومبوتياج شنو مشكلته لومبوتياج؟ هو السي محمد مزغني كتب ارتيكل حلو برشا يوضح فيه شنو هو لي بروبليماتيك. البروبليماتيك هو عندنا اول حاجه هو تداول معناتها الطرقات في سويقس اون جينيرال. سويقس معناتها الطرقات نتاعها كل مره تزيد تتفلى تكسر تاعها بطريقة فاسون. نجيب ليكزومبل اكثر ايكزومبل تاع ما تحفونش كي بون تصلح شو هو الحزام. الحزام دو فوا لا زاد عملت له ناس غادي ترافو ولا يعدي فوا برك شكون اللي قاعد يمشي في الفوا المكسر ما يمشي في حد. دونك كيس نتاع دو فوا ولا ان سبيسيال كي تبدا كيس دو فوا ويعدي فوا برك ما فيش امبوتياج. هذه هي الكاب. عندنا السير الشعبي عملت كل بكرابة تولد اي واحد يجي من في شي كرابة بارك نتاع لي فواتور كبر في ظرف ديزاني صغار معناتها كبر بشيء كبير. لكن انت كي تكبر بارك نتاع لي فواتور لازم تحضر له بارك نتاع الانفراستركتور. الانفراستركتور نبدا بالكياسات ما تنصدش الباركينغ. اها فهمتك. علاش نصدر؟ باش نبدا بالكياسات. الكياسات لازم يكون واسعين لازم يكون باش يعدي الشارجة هذيك على الكياسات. قعدوا هما بيدهم لو كان قعدوا بيهم بيدهم الحمد لله او هما زادوا الدهو. فهمتك. سون ديغرادي كونت بارتي نقع بارك نتاع الكلاب طلع كاسيت سون ديغرادي دو فاسون نقع لومبوتياج تاع الباركينغ سيستم. معناتها الفيلوزوفي نتاع الباركينغ ما عندناش باسكو مش عندنا باركينغ دنيا ما تو تزيد الباركينغ الثاني هاي تاش ومش مستعمل في الدنيا فهمتني مستعمل في وشنو الباركينغ تلقى مع الكاسيت. اه اللي هذا انا ما اتفق بالجماعة شوف في حتى لو هما سون دي باركينغ اللي هذا التروتوار يعملوا يقول لك باش نقضي حاجه في الكيس ما لنا يكون عادي هكا ينجح معناتها كان تو الباركينغ يصير بس باش نعمل كيس نورمال باراليل على الكيس كان بديتو الكاب انكليني انكليني تدخل الفوا اللي تنوم ريزيرفي وزيد الشطر نتاعها ولا اكثر صحيح. دونك نجبد نقى كيس نقص صحيح. هذا معناتها الفيلوزوفي نتاعهم برشا عباد مثلا تراك وين يجي اللي هي ولات معناتها الموجو سيفيزم في عند العباد وقت راسي وضع وميمنيش فيه العباد وعنده نورمال كي يوقف في دوزيام فوا دوزيام بوزيسيون تروزيام بوزيسيون ميموش عندها هذا الكل خلق مشاكل. وعندها الديغراداسيون تاع السوليت راس البارك تاع السوليت راس. فما مدن في اوروبا استعملوا سيستيم تقرب نص كيلومتر على السونتر فيل عندك بياج تحب تدخل تدفع سينا خليك رهبتك وكمل ابيض. شوف هذه زاد حتى انا داير قلت لك بيتونيزاسيون انا خمام حتى باش نعمل دي زون بيتون سونت فيل رجعوا بيتون كل شيء. لكن مش تعمل انت هذايا باش تقول نجي نواطن خليوها هنا. تخيل انت تجي في مجيد ابو ليلى هاكا ماهيش بعيده ياسر تعمل براج غادي تقول للسيد هذاك اول حاجه لازم تحط له بلاصه وين يحط كرامته. اي فوالا ولازم يكون هو سيرتو فما عباد ما تنجمش مش عسقريه ياسر ولا حاجه ولا مرضى ولا كذا تعطيه حل بديل. باش نخمم هي الفكره سمحه كل شيء لكن تخمم في الفكره لازم تخمم في متابعها. اول حاجه لازم عندي سيستم عندي جي في البلاصه هذيك عندي باركينغ السيستم تاع باركينغ غادي على طول اللينيا هذيك باش اي واحد يحط كرامته غادي وتلقاني عندي انا ريب تاع بترو ولا حاجه اللي يطلع غادي ولا كار ولا كيران يطلع غادي على روحه يمشي يقضي قضيته. واضح. نقص على البلاد. انا فما ساعات مثلا تاع مدينه نعمل في فورماسيون شي نوريو مثلا دي زيكزومبل تاع صاروا في الاوروب تاع ديال المترو كل شيء تلقى ثنيا كانت الي روتو معناتها 200 تمشي كرم نحات هذيك الجمله واحده وفيها لين تاع ترامواي معناتها تاع المترو تاع ديال برك والعباد تمشي على السقيع. العمارات هذوكم المتساكنين عندهم الحق باش يدخلوا كرامته اما جوست بريدة صغيرة ولا باش يكسيد الباركينغ نتاعو لو تاسويت ولا ما نعرفش اما باش يراكي غادي بوري لون ديري لا. والمترو زاد يمشي بالسياسة غادي خاطر هو الأولوية للمواطن. مش كيما في تونس عاملين دي باريات من هوني متعدي لا هذه المترو سكة عادية لا بيت تعاد تشغل السكة نورمال وكل شيء.
ثم بدو في فما هذيك التصويره نتاع المترو اللي جبتيها هذيك عجبتني برشا هذيك برمي التصور نتاع برشا شنو المشكلة انا فما كيف الساعه قلت لك عملنا ديفينيسيون دي سيناريو ومن بعد باش نعمل ليفاليسيون دي سيناريو ونختار من شوية سيناريو روتوني ليفاليسيون هذه ديما من بوان دو في ملتيبليتير من بوان دو في انفيرومون من بوان دو في ايكونوميك تكنيك سيد نجم نعمل زاد سوليسيون تكنيك بون نجم نعمل دو فاسون تكنيك سافا لكن الكوم تاعها غالي ونجم نعمل زاد حاجه اللي هي نون رياليزابل معناتها كان بعد 100 سنه باش فهمتني امبوسيبل باش نعمل نوقفوا احنا قبل كيفاش كنا نخدموا ما نراوش البروجي شنو نراو سومو قبل بعد اذا سومو سافا نخدموا على عكس البلدان المتقدمه في اوروبا ما يراش السوق مش يرى البروجي اسكو احنا كيفاش نخدموا طب باش نراو زوز او ميم طون ولا باش نعملوا اولويه هذه اللي تجيب لي كريتير دخل فيها لي فاريونت الكل وتعطيك الاوبتيمال خاطر احنا يزلنا باش نحلوا ترونسبور تاع 50 سنه جاي 60 سنه جاي معناتها ما نحبوش نخدموا على 10 سنين ومن بعد نحلوا فيهم بوتياج وقت اخر مش على 10 سنين سي ميتي باش تخدم على 10 سنين 15 سنين باش تزيد تولي مشاكل فوالا فهمني اما احنا تو مثلا حتى بالنسبه للسيناريو ما نخموش ماهوش باش يصير كل شيء فهمت معناتها اليوم سي خرجنا للبلدوفه بعد عامين ثلاثه سي امورنا واحد خاطر تحملها برشا فلوس مش كانت عندي استيماسيون تاع كيلومتر تاع ريمس والله نسيت اما ساكوت ساكوت بكم معناتها مش سهل دونك احنا نجمو نقسمو بارتي بارتي نبداو بال معناتها اكور تيرم اموان تيرم يا لون تيرم في العامين العامين هذوما نبداو حوايج نعملوهم بعد خمس سنين فما حوايج اخرى لازم بعد خمس سنين تكون موجوده بعد 10 سنين سي فيك الوحيد بالسياسه بالسياسه كل مره احنا نخدموا احنا بروجيكسيون تاع دوموند واحنا بروجيكسيون تاع بوبولاسيون واضح وقلت لك بعد ما عملنا روتوني معناتها الشوا دو سيناريو روتوني سولو ليتود نتاعو ديتاي بعد الشوا هذا يخرج لابيل دوفر دوسي دابيل دوفر لي تيرم دو ريفيرونس ولا دوسي دابيل دوفر حسب التقريب استيماسيون قديش هذا من بعد 18 شهر هذا من بعد 18 شهر حاب نعطيك استيماسيون جروسير عند الفاز الاولى هي 11 شهر الفاز الثاني 7 شهور الفاز الثالث 4 شهور والفاز الرابع 4 شهور والفاز الخامس بريسك شهرين حاجه كيف هكا توش في ياسر جوست ان دوسي دابيل دافر كان تعطينا العلاقه ودور البيرو الفرنساوي معك شو مش يعمل الحمد لله ساعة قلت لك كونيترو سوستي السوستي الكبيرة الكلاف اللي بتاقع وانتي مش السوستي التونيزية انا هو سي لا سوستي فرانسيزي بي ايجي سراي هي سي لو شيف دو بروجي وحنا تسك اي دو زو و ايجي سنت انترناسيونال انا دو كوتريتون نخدمو معا عنا دي تاش معينين نخدمو معا ايجي سراي هي سي ان بروجي معنا بيرو دي تود انترناسيونال خادم برسك المترو تاع فرنسا الكل برسك خادم المترويت تاع المغرب ومترويت تاع ثلاثة مترويت تاع الجزائر الكل الجزائر كي خرجوا على حد علمي انا تاعك انا نعرف اوكي عند برسك قديمة ياسر سوسيتي هذي مش عندها أربع ولا خمس سنين فانتان داني قلت لك واحنا من نوتر بيرو ديتود اللي عندنا تو سكي انفيرونمنت و لوجيستيك و استراتيجي و الاخر تو سكي كادر انستيتيسيونيل وهي البريسك اللي باش تخدم الخدمه نتاع السانكيام فاز هكا هي باش تخدم البريسك احنا نعاونوها بلي دوني وهي اللي عندها الموديل تاع السيميلاسيون هي اللي باش تعمل سيميلاسيون دي سيناريو باش تعمل باش تعمل ليتود نتاع الكومباريزون احنا نعاونوها في ديتاي معينين اما الخدمه الاسونسيال عندها هي واضح وهي باش تقرر اسكو يصير ما يصيرش هي باش تقدم لي سيناريو وكيما نرجع لك القرار مش بيدها هي القرار هي باش تقدم لي سوليسيون دي سيناريو معينين وتعرضوا على اللجنه الكوميتي السويفي اللي قلت لك عليه اون فيسيونس
بعد ما توافق عليه الكوميتي السوفي للسيناريو هذوما يتعدى لتونس بور ابروفي. واضح. القرار نتاعنا يصير في اللجنه نتاعنا هوني في سويس. هذيك هي مش باش تقارن مش تقول لا باش نعملكم هكا ولا حاجه، هي مش تقدم حلول مقترحات واحنا في اللجنه من هنا تقدر توافق عليها. واضح. فهمنا. واضح. نقول لك ان شاء الله زينه. عايشك سيدي. ربي معك. عايشك. وربي كثر من امثالك. بارك الله فيك. عايشك.